السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا موديل بيم وعايز ارفعه على موقع لايت استانسا. فانا عملت ايه؟ دخلت على الادنس بتاعت اوتوديسك وحملت البرنامج واقول له اكسبورت تو ليس لايت استانسا. فبيبدأ بقى يسألني عايز اكسبورت هول موديل ولا روم فلور. فتقدر تعمل سيلكت للحاجة اللي انت عايزها، ولا عايز الاكتف فيو ده اللي هو 3D. هنا الفلتر لو انت عايز تفلتر حاجة. عندي اوتو كرييت جريد فروم روم، وبعد كده هقول له اكسبورت. فهيبدأ يرفع الموديل بتاعي دوت على الموقع بتاع لايت ستاند، ومن هناك بقى نقدر نعمل الاناليسز اللي احنا عايزينه. لو بيفتح اهوت بياخد ثواني، هي تحصل اول مرة بس لان هو لسه بيحول الموديل لحاجة ممكن تتقري على الانترنت. ظهر عندي اهو الموديل، بيقول لي في مشكلة هنا في الاي اي اس. فلما تعمل ابلود لما تختار حاجة من اللي موجودة، ده طبعا اللايبرري كلها، وده الاي اس بتاعت المشروع دوت اللي احنا لسه فاتحينه. فممكن اختار دوت، هو يبدأ يعمل يرفع الملف. طيب خليني اقول له كرييت واقول له ان انا عايز اعمل جريد، واقول له ستارت. فبعد ما يخلص بدوس هنا، فبيبدأ يظهر لي الاناليسيس بالشكل دوت للموديل بتاعي. ومن هنا ببدأ اتحكم في حجم الإنارة بالشكل دوت، الحدود بتاعتها. والملف دوت اقدر اشوف فيو الموديل، فيبدأ يجيبها لي بالثري دي بالشكل دوت، او ان انا اشوف الريبورت التقرير، او ان انا اعمل داونلود للريبورت دوت، او تحط كومنت، او تلغي الاكتيفيتي دوت.